الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق أيها الحبل الكريم الشوط السابع المخصص لفئات الإبكار الإجذاع بتحديات ومنافسات هذه الأمسية الحافلة بالانطلاقات المميزة لشواطنا المفتوحة ولهذه الشعارات شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمتنافسة في هذا السباق وفي هذا المهرجان مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ معكم وبحضراتكم كما نذكر بأن جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن هي الجائزة لمن يحظى على المركز الأول بهذه المسيرة الحافلة بالتحديات والانطلاقات. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى لنتابع المركز الأول. انطلاق التامين ضاح المركز الأول لهجن أم الزبار بمتابعة حمد بن سالم بن زاهرة من يتابع انطلاقة ميضاح المركز الأول. المركز الثاني التقدم لسجيل تعود ملكية الشحاني بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. والمركز الثالث من أيمنة الميدان نتابع روعة روعة بهذا الانطلاق الروعة وهذا الحضور المميز شعار حجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يتابع انطلاقة روعة. المركز الرابع وتابع التقدم للحبيبة القادمة بشعار الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل حيان والصادق فضل الأمين من يتابع الحبيبة بعملية التضمير. والمركز الخامس تقدم عسيلة لهجن الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى وخلف دائرة الأسماء هنالك شعارات قادمة حاضرة بالتحديات والانطلاقات نتابعها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية بلقطة مخرج هذا السباق أو مخرجي هذا السباق بن خزينة وبشارب. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع ميضاح على المركز الأول الباحثة عن جني الأرباح الباحثة عن اكتساب النجاح الباحثة عن اختطاف النيسان على المركز الأول. ميضاح تعود الملكية لهجن أم الزبار بمتابعة حمد بن سالم بن زاهرة هذا المضمر من يقدم لنا الانطلاقات المميزة مقدما لنا مسيرة البداية. المركز الثاني القادمة سجيل واصلة سجيل حاضرة بتحدياتها حاضرة بقلب المنافسة لتكون حاضرة بالتحديات والانطلاقات حاملة لشعار حجر الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا الشبل انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث الواصلة الحبيبة القادمة الحبيبة الحاضرة بالتحديات والمنافسة تعود الملكية للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل حيان الصادق بن فضل الأمين من يتابعها بعملية التضمير. لكن العاصفة مقدمة لنا روعة باحثة عن النقطة الرابعة في هذه الانطلاقة الجميلة روعة تبحث عن النقطة الرابعة بهذه الانطلاقة تعود الملكية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الحلالي من يتابعها بعملية التضمير. تابعوا هذه الرباعية الجميلة تابعوا روعة الانطلاق لهذه الأسماء لهذه الشعارات لهذه الأساطير الحاضرة الأساطير المنطلقة برباعية جميلة بتحديات مثيرة بانطلاقات مميزة. المركز الرابع الخامس تابع من تحمل لنا الرقم خمسة غادمة عذبة حاضرة عذبة الله يا مرحبا بعذبة من تحظى بهذه الترحيبة تتقدم بشعار حجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي ضيفة الميدان حاضرة للمنافسة والتحديات مع المركز الخامس وبمعيتها أسماء قاتمة غادمة حسيلة وكذلك غادمة براحين تصل بهذه اللحظات. لكن نعود إلى البداية نعود إلى المركز الأول لنتابع مجريات المقدمة
لنتابع مجريات البداية مع تحديات سجيل من بدأ تحضر معنا بالمركز الأول لتبدأ بالانطلاق أولا لتسجل اسمها بالحضور والتقدم مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة جابر بسالم بن فاران، لكن العاصفة وهجنة حاضرة بالتحديات مقدمة لنا روعة على المركز الثاني بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثالث الوصول من قبل حبيبة للشيخ ذياب بسيبر محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابعها بعملية التضمير. والمركز الرابع حضور ميضاح لهجن أم الزبار بمتابعة حمد بسالم بالزاهرة. وصلت الأسماء، وصلت الخطورة، تقدمت الشعارات، أول القادمات، براحين الله، وصلت براحين لتبرحن وتتحدث بالفم المليان وتقول أنا قادمة، أنا آتية، أنا واصلة لأبرحن وتحدث مع انطلاقتي بمسيرة الحافلة وبمسيرة هذا الشعار بالتحديات والانطلاقات، لتكون قادمة انطلاقتي لتبرحن بأن عنوان هذا الشوط وعنوان هذا المساء. تعود الملكية لجيش الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، كذلك العطية يقدم هنالك هجر الشحانية، تقدم لنا مروب القاتمة بشعار جيش الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. الكيلومتر الأخير يا بن عقيل، الكيلومتر الأخير يا الشبل، الكيلومتر الأخير يا قياث الهلالي. الله احسالة او هنالك سجيل على المركز الاول، براحين قادمة، براحين وسجيل هجن الشحانية، لكن العاصفة روعة على المركز الثالث. المركز الرابع مروب القادمة مع المركز الرابع، وصلت مع المركز الخامس. جولة نحن بهذه اللحظات بآخر جولة نحو اختطاف الناموس، نحو اختطاف النسان باترول ستيشن. الله، إذا مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، هذه هي سجيل تسجل اسمها بحروف من ذهب، علقت عليها في الموسم الماضي حينما حققت هذا الإنجاز المميز، وهذا أنا أعلق عليها مجددا لتسجل اسمها مع أسماء الفائزين، لتكون هي البطلة الأسطورة الحاضرة بهذه التحديات والانطلاقات. هجن الشحانية، الشعار الأدعم شبل المضمرين، جابر بن سالم بن فاران من قدم وتابع لنا سجيل بطلة هذا الشوط. سجلوا هذا الشوط باسم سجيل وبشعار هجن الشحانية وبرفقة جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني، هذه براحين لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث جولة من تحمل لنا الرقم 1 لهجن أم الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بسلام. المركز الرابع روعة لهجن العاصفة. المركز الخامس وصلت مروب لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، تابعنا مروب من وصلت على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية، لكن نعود بحضراتكم إلى لحظة وصول سجيل إلى خط النهاية هذا القدوم المميز والمعانقة للناموس، محققة توقيت زمني وغدر 9:07.97 تاني. والتبريكات لهجن الشحانية والتهنية لجابر بسالم بن فاران. براهين وصلت على المركز الثاني 99.08.9. التاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنية للمشاقب من تابع وقدم لنا براهين. المركز الثالث وصلت جولة في جولتها الثالثة، حظت بالمركز الثالث 9:10.05. الثاني والتبريكات لهجن أم الزبار والتهنئة لعبد الله بن علي بن سلامة من تابع وقدم لنا جولة من حظت على المركز الثالث.